سلامين، أنت موسيقي وموسيقار وفنان فذ، تعرفك كل الأوتار وكل الموسيقى، ولكن الأستاذ محمد الأمين هناك بالتأكيد طالما شاهدنا هذه المواقف الكوميدية وهذا المشهد الكوميدي، هناك مواقف في حياة الأستاذ محمد الأمين تضحكه، فحبذا لو ذكرت لنا مواقف طريفة حدثت في حياة الأستاذ محمد الأمين. والله هو صحيح مؤكد يعني انتوا عملتوا لنا نقلة هسا للكوميديا يعني، فمؤكد فيه يعني احيانا يعني الواحد بيكون محتاج انه يضحك يعني، بس انا ما اعرف يعني تحضرني ايه اللي بيحضرني يعني من المواقف الطريفه. انا اذكر انه في احدى الحفلات اظن كان حفل عرس يعني، فجاء احد الاخوه المعجبين وسلم علي ويعني وكان يعني متأثر جدا وبيعتذر يعني اعتذر شديد جدا في انه هو متأسف وانه هو عمل حاجة ومظبوطة. يا اخي حصل شنو؟ ايه اللي حصل؟ فقال انه والله يعني هو عنده لو اخذ كلب وهذا الكلب من بدري جدا هو سماه اسمر وبعدين يعني شعر بانه بعد ما الاسم مشى على الكلب فشعر بانه المساله دي يعني ما كويسه، وهو دلوقتي بيعتذر ومتاسف جدا وحاول يغير الاسم، لكن الناس في الحله يعني ناس الحي ما هو ما قاعد يقول لا اسمر، لكن ناس الحي برضه مصرين على المساله دي، وانه هو الحكايه دي يعني مزعلاه جدا. ويا اخي قلت له ما خلاص لا الليله كده انا والله متاسف وبتاع. قلت له يا اخي اقول لك حاجه، انت هو افتكر انا بذكر كان اسمه منه لكن فلنرمز يعني لاسمه بمحمد احمد يعني. فقلت له يا اخي انت طيب انا بحل لك المشكله دي، انت الاخ اسمك منو؟ قال لي اسمي كذا، اللي هو قلنا نرمز لمحمد احمد. فقلت له يا اخي معلش الموضوع ده حله بسيط، انت خلي كلبك اسمه اسمر في محله وانا هسمي الاغنيه بتاعتي كلب محمد احمد. لانه ما يعني هعمل ليش شنو هو